السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الكل يعرف عالم الفيزياء العراقي عبد الجبار عبد الله من اخوتنا الصابئين من دائين، واللي بيتهم بالاساس هو بالكريمات في جهة الكف. انا هذا الرجل العالم العراقي اللي له فضل علينا احنا العراقيين، واللي موجود تمثاله في احدى الجامعات الامريكية، تخرج عنده تمثال نصفي في امريكا. رحت للقبر مالته طبعا بمساعدة الاخوة هم المندى الصابع عن طريق الاستاذ عدي، ورحنا وثقنا المقبرة مع الاخوة الصابع في ابو غريب، وقفنا على قبره وغسلناه بالمي للقبر مالته وقرينا الفاتحة طبعا عرفانا يعني وتكريما لهذا الرجل المرحوم الجليل دكتور عبد الجبار عبد الله، واللي سواه كان عميد جامعة بغداد. وعبد الكريم قاسم في إحدى المرات من سواء عميد جامعة بغداد احتجوا بعض الناس، قلهم قابل أن يخاله إمام جامع هو عميد جامعة، والكل يعرف بعد 63 توقف من نادي الأولمبي بالعظمية وما جرى من أحداث، ولكن بالنتيجة هو عالم يحسب من بين العلماء المعدودين بالعالم. اللي صار مختصر، هذا الجواز مال عبد الجبار عبد الله، الجواز الملكي. واللي يشكك تعال استاذنا العزيز، هذا السيد عبد الجبار عبد الله وزوجته، هي طبعا قسمه ابنه الشيخ عنيس الفياض اللي هو اهدى ملكه بريطانيا ابو زوجته لعبد الجبار عبد الله، اهدى علبه سجاير من شغله. وهاي دخوله الى امريكا للاسف. طبعا شوف هو الجواز شويه متضرر يعني لفتره طويله. هذا الدخول مالته القنصل العراقي العام في نيويورك، شوفوها في نيويورك في امريكا، 15 ايلول سنه 49 هو دخل امريكا. طبعا حتى اولاده هنا مكتوبين همينا. هذا الجواز اقسم بالله العظيم من بين 40 مليون عراقي جاء واحد دق الباب، هو الاخ العزيز واخوي العزيز عباس السعدي، قال استاذ صباح هذا جواز ملكي في يدك للمتحف. أني من فتحت الجواز وقرأت عبد الجبار عبد الله تفاجأت، قلت ليش هذا الرجل سبحان الله يعني عرفانا من عندنا، احنا رحنا زرنا قبره، غسلنا قبره، قرينا له الفاتحة، من بين 40 مليون عراقي هذا الجواز يعني يصير بيدي ودزك يا هدية، كأنه معجزة إلهية أنه هذا الرجل ها أستاذ إبراهيم من قبره أتمنى أن يكون شيء من إرثه عندي. وهذا راح يكون طبعا بالمناسبه في متحفي مستقر في بغدادي، ومن بعدها لان هم اولى بي طبعا المتحف الاخوه الصابئين من دائين القادسيه راح يكون من ضمن متحفهم. بس لو مو انا عندي متحف كان هسه صار وعد. وبالمناسبه ربما البعض يسال يقول شلون هذا حصلتوا عليه، جاب لي اخوي عباس صراحه خلينا نحكيها، قال هذا كان موجود في منطقه ومشمور على سياج مال البيت، ووصل الحمد لله انه، ولكن هي المعجزه انه شلون انا من بين 40 مليون عراقي. فالبعض خاف يقول انا من رحت القبر ابو القبر ما يعرف بي، لا ترى اخوان هذا دليل انه انت ترى ابو القبر يشعر بيك من الزوره، ترى يشعر بيك. كوني قريت الفاتحه وغسلته، شوف كرمك بهذا الجواز من دون هالعالم بالعراق كله، هذا فشي يعني فعلا معجزه. ليش كل هالفترة ويجي إلا إلى الأستاذ صباح؟ معناته تكريم منه يعني. الله يرحمه. هو توفى ب 69 في أمريكا، وطلب بناء على وصيته أن يندفن بالعراق. لعد ايش قد عنده وطنية الله يرحمه، ايش قد اعتزاز ببلده وبجذوره. رحمة الله على روحه. مع الأسف علمائنا هيجي ما لهم ذاك الاهتمام، قبره ده يندثر وما حد يهتم بيه. بيته بالكريمات طبعا، بيت اهله مهدوم طبعا. شكرا لاستاذنا الكبير نقاش وريان، طبعا حرصت انا اسوي هذا الفيديو استاذ ابراهيم لانه وطني ويحب بلده، وايضا سلك فنانه ونحاته من 40 سنه وهي مو ماخذه لا جواز الفرنسي ولا الجنسيه الفرنسيه، هذه العراقيه الاصيله. شكرا جزيلا. قناه البغداديون تراثية عراقية.